مساء الخير. انا سعيد جدا واسمي سعيد، وسعيد النهارده بشكل زياده ومليان موشن، مليان موشن من اسكندريه وجمهور اسكندريه وحب الاسكندريه، ولما اتكلم في اسكندريه ده لوحده تاج عندي. النهارده انا بتكرم وانا بشكر السنه المصريه كلها بوجود استاذي محمد عبد العزيز، استاذي علي بدرخان، استاذي خير بشاره، وكل زملائي. شكرا. شكرا للمخرج الكبير استاذ سعيد حامد. كلنا يا جماعة سامعيني؟ لا اتفضل. شيتوس الناس هتصور اللقطة الجاية دي. أثبتت للجمهور كله إنه جينات ممكن تحمل جينات فنية وراثية، لكن هي أثبتت كمان موهبتها الجدار. مش هقول لكم هي مين، بس هسيب تقديمها للإعلامية المتعلقة اللي أصر إنها تيجي تقدمها بنفسها النهارده، بوسي شلبي. مساء الخير. بحب اسكندرية وبعشق أهلها وبحرها وفنها. الفن طلع هنا من اسكندرية. سعيدة، تحية ليكم يا اسكندرانية يا جميل. بحبكم قوي، انتوا العشق، بلد الحبيب الغالي محمود عبد العزيز. ليا الشرف النهارده ان انا في دوره فنان عظيم بحبه وبحترمه وبقدره على المستوى الفني والشخصي، وهو عاشق وبيحب السيما دوره الفنان الكبير محمود حماده. أنا اللي طلبت النهاردة إن أنا أجي أقدم الغالية بنت الغالية، وأنا سعيدة جداً إن أنا مع شعار ملوك وزعماء الكوميديا اللي أسعدونا. الشعب المصري والعربي صعب حد يخليه يضحك وصعب حد يخليه سعيد، لأن القفشات والكوميديا اللي في الست المصرية والراجل المصري موجودة في كل بيت. عشان يجي فنان او تيجي فنانه تبسطوا وتضحكوا، دول لازم ياخدوا الاوسكار. زي ما انتم شايفين الافيش اللي على اعلى مستوى، مركب عليها زعماء وملوك الكوميديا، دول اللي اسعدونا النجوم دي عملت مدارس للكوميديا. اتظلمت في المهرجانات، لان كان دايما النقاد يقول لك ده فيلم كوميدي بسيط، لا ندي الجوائز لافلام تانية. لكن الحمد لله احنا في دنيا جديده، ودنيا هتقود المركب دي، دنيا دمها كله بيجري من زمن الفن الجميل، دنيا فكرها متطور هيقود مركب الكوميديا لكوميديا جديده، كوميديا محترمة. دنيا عاشقة للفن، دنيا عاشقة للكوميديا، دنيا هي ست بنات جيلها في الكوميديا. دنيتنا النهاردة اللي هنسلمها راية الكوميديا في مدينة الفن ودورة محمود حميدة هي الدنيا الحلوة، دنيا سمير
غانم. زعماء الكوميديا للمبدع الفنان حبيبنا كلنا زعيم الكوميديا وملك الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم والغالية دلال عبد العزيز. فنانة شريف فضل معانا سمير غانم. يعني مين ينسى المتزوجون؟ فاحنا بنكرم الاستاذ سمير غانم النهارده اكيد مدام شيرين لها كلام معانا. وأرجوكم تعذروني أنا ما بعرفش أتكلم غير الكلام اللي بيبقى مكتوب لي علشان أقوله في المسلسلات أو الأفلام، لكن الحدث العظيم اللي النهاردة أنا بحضر فيه لأول مرة إنه أنا أجي أول مرة في حياتي مهرجان اسكندرية الدورة 38، وكنت جاي علشان أحيي بس الأستاذ محمود حميدة صديقي العزيز اللي ما فيش بيننا وبين بعض تليفونات، لكن أنا بتابعه بشدة وبتابع البرامج القليلة اللي بيطلع فيها وبيعجبني كلامه جداً وصراحته. ولما عرفت كمان أن أستاذي العظيم حبيب قلبي المبدع الفنان القدير الأستاذ محمد عبد العزيز اللي شرفت بالعمل معاه وأنا يعني في بدايات حياتي عملت معاه الأرملة تتزوج فورا فيلم، وكمان بعد كده عملت بابا نور مسلسل، وكان مسلسل طويل كان من معانا طبعا، أو أنا كنت مع مجموعة كبيرة على رأسهم الأستاذ حسين فهم. عايزة أقول لدنيا حبيبتي يا دنيا أنا بحبك قد الدنيا، وحبيت بابا قبليكي وحبيت ماما قبل بابا كمان، لأن ماما اشتغلت معايا في بنت الأيام كنا تلات وجوه جديدة، وبعدين اشتغلت مع بابا اللي عملي كل النجاح اللي الناس بتناديني بيه دلوقتي. اسمي الفاميلي نيم بتاعي شيرين صرصار. عايزة أشكركم كمان وأشكر الأستاذ الإعلامي الدكتور عمرو الليسي على الجائزة المقدمة من الأسرة. عايزة أشكر كل القائمين على المهرجان. أنا كده ممكن أتكلم لغاية بعد بكرة، يظهر إن أنا بعرف أتكلم الحمد لله، دي حاجة كويسة جدا. أنا مبسوطة جدا جدا إنه أنا وسط أهلي وحبايبي وشفت مخرجين